ممكن يتحمل الهيموغلوبين ل 6 جرام بالديسيلتر وقتها، يعني تحته بتنقل له دم. اما بالحالات الاسعافيه والحالات الحاده عاده 7 جرام بالديسيلتر فما دون بننقل دم. وبشكل اساسي بالحالات الاسعافيه ما بيعتمدوا على الهيموغلوبين، بيعتمدوا على الهيماتوكريت. حساب حجم النزف المسموح، لحساب حجم النزف المسموح نقوم بمالي اول حساب حجم دم المريض، حيث يبلغ حجم الدم عند الخديج 95 مللتر على الكيلوغرام، الوليد بتمام الحمل 85 مللتر على الكيلوغرام، الطفل 80 مللتر على الكيلوغرام، البالغ 75 مللتر على الكيلوغرام عند الذكور و65 مللتر على الكيلوغرام عند الانثى. اثنين، بنحسب حجم الكريات الحمر وذلك بضرب قيمة الهيماتوكريت بحجم دم المريض. الهيماتوكريت بضرب حجم دم المريض تطلع مع حجم الكريات الحمراء. حساب حجم الكريات الحمر عند أقل قيمة مسموحة للهيماتوكريت وهي 30%. أربعة، بنحسب فقدان الكريات الحمر المسموح وذلك بطرح القيمتين السابقتين. هلق في مثال عملي عليه تفهموها بشكل أكثر. نضرب القيمة بثلاثة لأن الكريات الحمر تشكل نسبة 30% من الدم. فهوني مثال توضيحي، ما هو النزف المسموح لدى مريضة وزنها 85 كيلوغرام مع هيماتوكريت 35% قبل الجراحة، وما هو حجم الدم الذي سيجعل قيمة الهيماتوكريت 30%. هلأ بناء على اللي شرحنا قبل لحظات، حجم الدم الكلي بيساوي بما أن أنثى 85 كيلوغرام ضرب 65 مللتر فبيطلع 5525 مللتر. حجم الكريات الحمر عند حضاب 35% تضرب 35% الهيماتوكريت بحجم الكريات الحمر 5525 بيطلع 1934 مللتر. حجم الكريات الحمر عند الخضاب 30% يساوي كذلك الأمر تضربها ب 30% فبيطلع معك 1658 مللتر. هلا فقدان الكريات الحمر حتى الوصول لخضاب 30% بنطرح القيمتين السابقتين من بعضها فبيطلع 276 مللتر، هذا حجم الكريات الحمر اللي لازم تنقله. فقدان الدم المسموح بهيك حالي طلع معنا حجم الكريات الحمر اللي حسبناه 276 مللتر، بين الكريات الحمر بتشكل ثلث حجم الدم فبنضربها بثلاثه فبيطلع المقدار 828 مللتر. وبالتالي يجب البدء بنقل الدم لهذا المريضه عندما يزيد حجم الضياع الدموي عن 800 مللتر. اذا زاد حجم الضياع الدموي عن 800 مللتر نبدا بنقل الدم. وحاليا ننصح الكثير من الاطباء بعدم نقل الدم الا بعد ان تنخفض قيمه الهيماتوكريت الى 24%. عادة هذا الحد اللي ننقل الدم من شانه 21-24%، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة المريض الصحي ومعدل النزف خلال العمل الجراحي. نقل الدم بالردود، عندما يكون نزف شديدا تكون الأولوية لنقل الدم على إنجاز التصالب ومسح الأضداد وحتى على تحديد الزمرة أحيانا. طبعا هذا في حالات النزف اللي بيكونوا مهدد للحياة. يجب إرسال عينة الدم إلى مصرف إلى بنك الدم قبل أن يتم البدء بنقل الدم لإسعافة. عندما تكون زمرة المريض النازف غير معروفة والحاجة إلى نقل إسعافي جدا، هاي يعني عم نحكي بالحالات المهددة للحياة، يمكن نقل دم زمرة أو سلبي لأنه هذا معطي عام. لذلك فإن الكرية الحمراء المكثفة من نمط أو سلبي تحفظ لحالات النزف المهددة للحياة التي لا يمكن تعويضها بالطرق الأخرى. عند فتح أول خط وريدي يجب سحب عينة الدم لإجراء الهيماتوكريت والزمرة والتصالب، يفيد إعطاء الإريتروبيتين في هذه الحالة. طبعا هون في ملاحظة ولكن هي لا يتم إجراءها في حال الضرورة الشديدة لنقل دم وعدم توفر دم أو سلبي، يمكن أن ننقل دم زمرة أو إيجابي إلى رجل ولكن ليس لامرأة في حالة الردود. طبعا ما حدا بيقوم فيها بس ما بعرف هاي المعلومة يعني منين جايبة. عادة إذا بدنا ننقل دم زمرة أو سلبي
ولكن هو إيجابي ما بصير. طبعا هو محدد إلى رجل وليس لمرأة، إلى رجل إذا عطيته زمرة دم أو إيجابي ما بيأثر عليه، أما إذا مرأة وكانت هي بالأصل أنت ما لك عرفان زمرتها وكانت بالأصل RH نيجاتيف، فهي المريضة عملت لها مثل أنت تمنيع، وبالتالي بالحمول السابقة إذا حملت، بالحمول اللاحقة إذا حملت فبيحصل انحلال دم عند الوليد بسبب تنافر RH، لذلك هو قائل لرجل وليس لمرأة. في بدائل نقل الدم بسموه نقل الدم الذاتي، وهو قطف الدم من المريض ثم إعادة نقله له عند الحاجة كما أثناء الجراحة، مثل إذا مريض بيتحسس من مركبات دم أثناء نقل الدم، أو إذا مريض زمرته الدموية نادرة فهذا المريض وعمله الجراحي عمل غير إسعافي عمل بارد، فمثل هذا المريض عادة بيعطوه الإيرتروبيوتين اللي هذا بيزيد تشكيل الدم وبحرض نقي العظم لزيادة إنتاج الكريات الحمراء، وبحس الكريات الحمراء تصنيع الكريات الحمراء خلال 5 إلى 7 أيام، وبالتالي بيرفع عنده الخضاب والهيماتوكريت، فهذا المريض بياخدوا له مثلا وحدة أو وحدتين دم من دمه وبيحفظوهم لوقت العمل الجراحي، فإذا احتاج نقل دم بينقلوا له هالوحدتين هدول بدون أي مشاكل. فهون بيقول لك نقل الدم النازف أثناء الجراحة وإعادة حقنه. في بعض الحالات هون حاط لكم صورة أنه إذا مريض عنده بزل جنب مدمى، بزل الجنب فيه دم وبيسحبه بيفرغه السائل تبع الجنب وبيعيده نقله للمريض، وهي أحد آليات نقل الدم الذاتي. هلا بنجي لاختلاطات نقل الدم. اختلاطات المناعي هي تعود الى تحسس الاخذ لكريات الحمر للمعطي، وهي الاخطر، وايضا بسبب تحسس للكريات البيض والصفيحات او بروتينات البلازما. تقسم الى قسمين، انحلالي وغير انحلالي. التفاعلات المناعيه الانحلاليه وهي اكثر شيوعا تحصل عند نقل الكريات الحمراء، تتضمن تخرب الكريات الحمر المنقولة بواسطة الضاد الآخذ، يعني الكريات الحمر اللي نقلناها تتخرب بواسطة الضاد اللي موجودة عند المريض نفسه، أو العكس تخرب الكريات الحمر للآخذ بواسطة الضاد المعطي، ولكن هذا بيكون أقل شيوعا. فهيك حالات تنتج إما عن خطأ في تعيين زمرة الدم، مثلا المريض زمرته A وبالخطأ، طبعا ما تنسى الامر هذا شيء كثير شائع، وياما شايفين مرضى انه في عندهم خطا بتعيين الزمره الدمويه، او خطا في تحديد المريض، مثلا خطا طبي او خطا من قبل احد عناصر التمريض كتب الاسم غلط على عينه الدم وكانت لمريض اخر، هذا الشيء بيحصل، او خطا في نقل وحده الدم مثلا هي كانت لمريض نقلوها لمريض اخر. تصنف هذه التفاعلات إلى تفاعلات حادة مبكرة ناتجة عن عدم توافق الزمر الأساسي ABO وهي الأهم، أو متأخرة ناتجة عن عدم توافق الزمر الفرعي، وعادة هي بتكون أقل شدة. وحدات الدم، وحدات الصفيحات والبلازما الطازج المجمدي وركازات عوامل التخثر مثل ركازات العامل الثامن والرسابات القرية التي تحتوي عليها كميات قليلة من البلازما تحوي الضاد A أو B أو الاثنين معا، لذلك قد يؤدي نقل كميات كبيرة منها إلى حدوث انحلال دم داخل الأوعية. التفاعلات الانحلالية الحادة المبكرة تعود إلى تنافر ABO ونسبة حدوثها تقريبا 1 على 6000، وهي غالبا تكون شديدة. السبب الأكثر شيوعا هو خطأ في تحديد زمرة المريض أو عين الدم المسحوبي أو نقل وحدة الدم خاطئة، تسبب تفعيل المتممة وتحرر الأنزيمات الحاملة للبروتين التي تؤدي إلى تخرب غشاء الكري الحمراء، خطورة الوفاة فيها تقريبا نسبة 1 على 100 ألف. الأعراض لدى المريض الواعي بتكون حرارة وعروقات، إقياء، ألم صدري، وألم بالخاصرة أو أسفل الظهر. هلأ العلامات وليس أعراض، هذيك أعراض لأنه المريض هو بيشكي لك منها، أما هاي بتكون علامات لدى المريض أثناء التخدير. المريض مخدر
أنت بدك تلاحظ هاي العلامة. تسرع قلب غير مفسر، يعني مريض شلون أثناء العمل الجراحي وانت عم تنقل له الدم كيف تعرف انه صار عنده تفاعل تحسسي او ارتكاسي مبكر؟ هل علامات هي بتنبئه انه صار عنده تسرع قلب غير مفسر وانت عم تراقب على المونيتور بتلاحظ حدوث تسرع قلب؟ المريض لا عنده هبوط ضغط ولا عنده نزف ولا عنده شيء، بصير عنده بيلة هيموغلوبين، غالبا المريض بيكون اثناء العمل الجراحي مركب له قسطره بوليه، فبالتالي لما بتشوف لون البول صار غامق مثل لون الشاي فهذا بتشك انه هي بيلة هيموغلوبين. قد يتطور تخثر منتشر داخل الاوعيه دي اي سي وصدمه وقصور كلوي، فبهيك حالات ممكن تحدث نزوف بمكان العمل الجراحي، فممكن تشك انه حصل عند المريض دي اي سي، والاضافه الى هبوط ضغط غير مفسر انه المريض صار يهبط ضغطه، المريض علما لا عنده نزف ولا عنده نقص حجم، فهي من العلامات اللي بتشير لحدوث ارتكاز تحسسي. وهون كذا ذاكر لك نز منتشر في ساحة العمل الجراحي، الجراح هو اللي لازم ينتبه بأن هناك أمر غير طبيعي في ساحة العمل الجراحي. هلا تعتمد تفاعل الهلال على كمية الدم غير الموافق التي أعطيت، فإذا كانت أقل من 5% من حجم دم المريض الكلي عادة لا يكون التفاعل شديدا. تكبير التفاعل الانحلال المبكر، إيقاف نقل الدم فورا، هذا أول إجراء بتقوم فيه، وإزالة جهاز نقل الدم، إعادة فحص وحدة الدم ومقارنتها مع زمر الدم المريض، أخذ عينة دم جديدة لتحري الهيموغلوبين، وإعادة اختبار التوافق وإجراء دراسة التخثر وتعداد الصفيحات، تركيب قسطرة بولية، هذا في حال ما كان مركبين قسطرة بولية وتحري الهيموغلوبين في البول، إعطاء سوائل وريدية وإدرار حلولة مثل المانيتول لتحسين الدوران لدى المريض ولطرح نواتج التحلل أو تخثر عن طريق الكلي، وأيضا إذا هبط ضغط المريض نعطي رافعات الضغط، نقل بلازما أو صفيحات إذا كان هناك ضياع دم شديد وذلك بعد تصحيح اعتلال التخثر الحاصل. ففي مثلا اذا مريض حصل عنده دي اي سي عاده بيصير عنده اعتلال تخثر استهلاكي فبتنقص صفيحات وعامل التخثر فهي لازم تعوضه. التفاعلات الانحلالية المتاخره تسمى ايضا الانحلالات خارج الاوعي، تحدث بنسبه 1 على 1500 الى 1 على 2500، بيرتفع فيها البيليروبين غير مباشر كنتيجه لتحطم الهيموغلوبين. هذه التفاعلات عاده ما بتكون شديده وهي عاده مسبب باضداد لانماط اخرى مثل يعني الزمر الفرعي كيل ودوفي وكيد ومستضدات من نمط غير دي. يتاخر التفاعل عاده من 2 الى 21 يوم والاعراض عاده بتكون خفيفه، بتكون دعس او تعب ويرقان وحمى، لذلك تشخيص عادة بيكون صعب قد لا ينتبه إليه. يتم التشخيص بواسطة تفاعل كومز المباشر الذي يكشف الأضداد الموجودة على سطح الكريات الحمراء، المعالجة بتكون داعمة بشكل رئيسي. هلا هون حاط لكم صورة لتسهيل عملية حفظ اختلاطات الدم الانحلالية، وهي اختلاطات انحلال الدم الهيمولايتيك تشيلز والفيفر والتاكاردية. تشيلز هي النوافذ أو العروقات وحمى وتسرع القلب، هبوط بالضغط وتسرع بالتنفس، هيموغلوبين يوريا، بيلة الهيموغلوبين، ألم صدري، أبريهنشن يعني خوف وتوجس أو قلق عند المريض، ولو باك بين، ألم بالخصرة وألم أسفل الظهر. التفاعلات المناعية غير الانحلالية تعود إلى تحسس الآخر تجاه الكريات البيض والصفيحات وبروتينات البلازما، وبتضمن الارتكاسات الحرورية والفرفورية، وذمة الرئة الحادية غير القلبية، ارتكاسات التأقية، الارتكاسات الشروية، وتثبيط المناعة. هلا الارتكاسات الحرورية الفيبرايل رياكشن سبب تحسس المريض للكريات البيض والصفيحات، شائعة نسبيا 1-3%، وتتميز بارتفاع حرارة دون وجود انحلال دم. المريض اللي الذي لديه سوابق تفاعلات حرورية يجب أن ينقل له كريات حمر بدون كريات بيض.
يعني تكون كريات حمر صافي. عادة يتم التخلص من الكريات البيض عن طريق الغسل، لذلك في نوع من الكريات الحمر بسموها الكريات الحمر المغسولي، هي ما بتحتوي على كريات بيض تنقل لهؤلاء المرضى اللي حصلت عندهم ارتكاسات حرورية، أو بالطريق الثاني التثفيل أو التصفي وتقنية التجميد والتذويب. كما يفيد استخدام مصفاة بقطر 20 إلى 40 ميكرون في تصفية كريات البيض والصفيحات. عند حدوث هذا الارتكاس يجب إيقاف نقل فورا، وفي حدوث نقل دم مغاير ومن ثم بتكمل، يعني بتوقف في حال حدوث ارتكاس تحسسي حرورة، بس فقط ارتفعت درجة حرارة المريض بدون انحلال دم بتوقف نقل الدم وبتتأكد من اختبارات التوافق. في حال كان كل شيء طبيعي وما في أي مشاكل تاني بتعود لنقل الدم، ولكن بشكل بطيء وحذر. الارتكاسات الشروية، يعني بصير عند المريض شري، بصير عنده حمامة وطفح على شكل شري وحكي بدون حمى أو ارتفاع حرارة. هاي كتير بتشوفها، تقريبا نسبة 60-70% من المرضى بصير عندهم ارتكاسات شروية. هاي عادة تعود لتحسس المريض لبروتينات البلازما المنقولي. استخدام الكريات الحمر المفصولي بدلا من نقل الدم الكامل ينقص من احتمال حدوثها. تعالج عرضيا بمضادات الهستامين والسيرويدات، ولا تستدعي حتى ايقاف نقل الدم. هاي من اكثر الارتكاسات اللي بنشوفها، بصير المريض يحك ويتوهج وبقول لك يعني تظهر شويه حمامه او طفح على جلده، فهون بهالحاله هاي بتوقف نقل الدم، تعطيه هيدروكورتيزون وتعطيه انتي هستامين، وبتلاقي المريض هدي وارتاح. بعدها بتعود لنقل الدم بحذر ايضا ببطء، واذا ما رجعت تكررت بتكفي نقل الدم، ما في اي مشكله. هلا الارتكاسات التأقية نسبتها قليل كتير، 1 على 150 ألف، تحدث بعد نقل عده مللترات فقط من الدم، ولكن هي بتكون خطيره جدا. هاي بتحدث عند مرضى اللي بيكون عندهم نقص بالاي جي اي في بعض المتلازمات، بكون عند المرضى عوز بالاي جي اي، وبالتالي لمن بينقلوا لمن تنقلوا دم من مريض اخر، الدم اللي بتنقله بكون حاوي على الاي جي اي بشكل طبيعي، لذلك تتشكل لديهم اضداد للاي جي اي المنقول. انتشار نقص الاي جي اي بين السكان ما كتير، يعني 1 على 600 إلى 1 على 800، يتظاهر الارتكاس لدى هؤلاء المرضى بحدود تشنج قصبي. عادة بصير عندهم ارتكاس تأقي، يعني بصير المريض عنده مثل صدمة تأقية، فالمعالجة الأولى للصدمة التأقية عادة بتكون بإعطاء الأدرينالين أول شيء بالارتكاسات التأقية، ما بتعطي هيدروكورتيزون ولا ديكساميتازون لأنه هذول تأثيرهم بطيء، بتعطي الأدرينالين وطبعا بتعطي السيرومات المحلية لرفع ضغط المريض، ومن بعدها ممكن تعطي السيرويدات ومضادات الهستامين. عادة لتجنب حدوث هالشيء هذا عند المرضى المعروف لديهم عوز الاي جي اي، عادة بيعطوا الكريات الحمر المغسولي والمفصولي وحدات دم الخالي من الاي جي اي. وذمة الرئة غير قلبية المنشأ، هاي تسمى الأذية الرئوية الحادية بنقل الدم، هاي كتير بيهتموا فيها باختبارات اليو اس ام ال اي، الترالي بسموها ترانفيوجن ريليتد اكوت لانج انجري، اختصارا هي الترالي. نسبه حدوثها 1 على 10,000، وقد اصبحت اكثر مع مرور الزمن، حيث كانت النسبه في بعض المراكز 1 على 5,000، وتعتبر المسبب الاول للوفاه بنقل الدم في بعض الولدان في بعض البلدان. الآليه الامراضيه متعدده العوامل، تعود الى نقل اضداد الكريات البيض منها العديلات او الانتي اتش ال اي، يعني مستضادات الاضداد ضد مستضادات التوافق النسيجي التي تسبب التصاق الكريات البيض بالدوران الرئوي وحدوث تفاعل التهابي متوسط بالعديلات المهيئه بسبب حالات مرضيه معينه موجوده لدى المريض مسبقا، او بسبب مواد تشكل بسبب تخزين الدم. تخزين الدم له دور بهي الاليه، ويسبب ذلك أذية الغشاء السمخي الشعري. هلا من أحد عوامل المؤهبة هي النساء عديدات الولادة،
معطيات الدم هن المصدر الأكبر لأضداد الكريات البي ولأكبر نسبة من حدوث الأذى الرئوي. لذلك لا يفضل نقل الدم المأخوذ من النساء متعددات الولادي، لأنه بيكون عندهن هن النسبة أكبر من حدوث الأضداد ضد الكريات البيض وضد العديلات اللي هي المتهمة الأساسية بإحداث المتلازمة. على معايير تشخيصها، سرعة حدوثها تحدث خلال 2 إلى 6 ساعات بعد نقل الدم، عدم وجود آفة قلبية سابقة لدى المريض تبرر حدوث وذمة الرئة، ظهور ارتشاحات ثنائية تتجانب على صورة الصدر، عدم وجود أذية رئوية حادة قبل البدء بنقل الدم. يعني بشكل مختصر يتم تشخيصها باستبعاد باقي الأسباب التي قد تؤدي لحدوث وذمة رئة. هون في ملاحظة، كل مركبات الدم يمكن تؤدي للأذية الرئوية الحادة بما فيها الكريات الحمر المركزة والصفيحات التي قد تكون من معطي واحد أو أكثر، والبلازما الطازج المجمدي والرسابي القري. حتى نقل الدم الذاتي قد يسبب ذلك، مما يعزز فكرة أن التخزين له دور في تعزيز حدوث الاستجابة الالتهابية، لذلك اتهموا تخزين يعني منتجات الدم بحدوث الأذية الرئوي. العوامل المؤهبة لإحداث الأذية الرئوي بعد نقل الدم، وهي العوامل لها دور في تهيئة العديلات، الخمج ونقل الدم الكتلة والدوران من خارج الجسم، يعني مثل ما بعمليات الجراحة القلبية بيعملوا بيوصلوا جهاز قلب ورئة اصطناعي، الخبثات والجراحات الحديثة واستنشاق محتويات المعدي، ذوات الرئة، كسور العظام الطويلة والحروق ورضوض الرئة والتخثر المنتشر داخل الأوعية. العلاج والتدبير، عادة المعالجة عرضية بالأكسجين والدعم التنفسي، كما يجب إعادة الدم إلى المخبر للبحث عن الأضداد لدى المعطي. إذا ظهرت العلامات أثناء عملية النقل وانخفضت أكسجين المريض، يجب إيقاف نقل الدم وإعادة الباقي من الدم إلى المختبر من أجل التحقق من وجود أضداد وتحديدها. يجب متابعة المرض الأساسي لدى المريض والذي قد يكون له دور في حدوث الإصابة الرئوية. أغلب المرضى يتحسنون خلال 96 ساعة، إلا أن هناك نسبة من المرضى يتطور لديهم متلازمة عسر التنفس الحادي ARDS، متلازمة الكرب التنفسي الحاد عند البالغين، بيحصل فيها نقص أكسجين شديد، قد ما أعطيت أكسجين للمريض ما بيرتفع فوق ما بيرتفع البي او 2 اكثر من 60%، فبهيك حالات يصطب التنبيب وضع المريض على التهويه الميكانيكيه. هلا بنجي للاختلاطات الانتانيه، وهي التهاب كبد بي وسي، نسبه حدوثه 7 إلى 10% بعد نقل الدم، وفي 90% حالات بكون ناجم عن التهاب كبد سي. متلازمه نقص المناعه المكتسب للايدز، تحتاج الأضداد إلى 6 إلى 8 أسابيع كي تتشكل بعد حدوث الخمج، لذلك قد تفلت بعض وحدات الدم من الكشف. يعني مثلا المريض لو فرضنا أصيب بفيروس HIV وراح تبرع بالدم قبل 6 إلى 8 أسابيع، فبالتالي هذا المريض ممكن يكون أنه الفيروس موجود بدمه ولكن غير قابل للكشف، فهذا تفسير أنه كيف بينتقل فيروس نقص المناعة المكتسب عن طريق نقل الدم. حمى الاندخال الخلوي العرطل السيتوميجالو فيروس، هاي بتصيب مثبطين مناعيا مثل الخداج ومرضى زراعة العظام مثل مرضى زرع الكلي ومرضى السرطان، انفلونزا الطيور والأمراض المتوسطة بالبريبيونات، هاي إن شاء الله بس تدرسوا العصبية بتدرسوها، نوع من اسمه البريون، عبارة عن مادة بروتيني بتسبب أمراض مثل دا غروتسفيلد جاكو، الإصابات الطفيلية والجرثومية، الملاريا والتوكسوبلازموز وداء شاغاس، السيفليس والبروسيلا والسلمونيلا واليارسينيا، وهي حالات هي نادرة الحدوث. تختلف نسبة حدوث الاختلاطات الإنتانية حسب البلدان، حيث تعتبر الملاريا مثلا نادرة في البلدان الأوروبية بينما ترتفع نسبة حدوثها في البلدان الإفريقية. هلا بنجي على مصطلح نقل الدم
الكتلة، هذا له أكثر من تعريف، وهو يعني نقل ضعف أو ضعفي حجم دم المريض، ويعادل بالنسبة للمريض البالغ 10 إلى 20 وحدة دم خلال 24 ساعة. نقل دم يعادل حجم دم المريض خلال أقل من 24 ساعة، نقل أكثر من حجم دم المريض خلال عدة ساعات، والتعريف المتعرف عليه أكثر شيء هو أنه نقل 10 وحدات دم خلال 6 ساعات، أو نقل أكثر من 50% من حجم الدم خلال 4 ساعات. هذا حتى بس تعرفوا شو نقل الدم الكتلي. مثلا أحيانا بيجوا مريض حوادث سير أو طلق ناري أو إصابات شديدة، بيكون عندهم كمية النزف غزيرة، فبتلاقي أثناء العمل الجراحي بينقلوا لهم تقريبا خلال فترة العمل الجراحي اللي قد تدوم 4 أو 6 ساعات بينقلوا لهم مثلا 10 وحدات دم، فهذا يعتبر اسمه نقل دم كتلي. وله اختلاطات. هلا اختلاطات نقل الدم الكتلي بتتضمن الاعتلال التخثري نتيجة نقص الصفيحات التمددة. الصفيحات عند المريض بتكون طبيعية، ولكن من كثر نقل الدم والبلازما اللي موجودة بالدم اللي عم تنقله، فبصير في نقص تمددة بالصفيحات، والسبب الأشيع للنزف غير المسبب بالجراحة بعد نقل الدم الكتلة. وأيضا نفس الشيء بيحصل نقص تمددة بعوامل التخثر. الانسمام بالسترات هذا نادر، لا يحدث عادة في المرضى الطبيعيين إلا إذا تجاوز النقل وحدة كل 5 دقائق. هذا شيء يعني عمليا قليل ونادر جدا أنك تنقل وحدة دم خلال 5 دقائق، إلا إذا حطيت نقل وحدة دم عن طريق CVB أو وريد مركزي كبير. ولأن استقلاب السترات كبدي يحدث الانسمام بالسترات أكثر لدى مرضى الآفات الكبدية وهبوط الحرارة. هلا هبوط الحرارة عند نقل دم بكميات كبيرة يجب تدفئته خوفا من اضطراب النظم، قد تطور إلى رجفان بطيني تحت درجة 30 مئوي، كما يزداد فقدان الدم أثناء الجراحة وتتأدى وظيفة الصفيحات، وكلها بالنسبة تتبع هبوط درجة الحرارة. اضطراب التوازن الحمضي القلوي، طبعا نقل الدم الكتلي قد يؤدي إلى نوعين، حماض استقلابي أو قلاء استقلابي، 2 ممكن يؤدلون. هلا هم قال لكم الحماض الاستقلابي ليس شائعا كاختلاط، أما هو شارح القلاء الاستقلابي، بتتحول اللاكتات والسترات إلى بيكربونات بواسطة الكبد، مما قد يحدث قلاء استقلابي. ولكن عادة بالأسلي نقل الدم الكتلي أحيانا بذكرك بنفس السؤال، حماض استقلابي ولا قلاء استقلابي، 2 بيكونوا صحيحات. فرط البوتاسيوم، طبعا يزداد البوتاسيوم خارج الحلوي في الدم المخزون مع الزمن، ويحدث فرط البوتاسيوم بغض النظر عن عمر الدم عندما يتجاوز معدل نقل الدم 100 ملل بالدقيقة. الأذية الرئوية الحادة شرحناها سابقا. اضطرابات شوارد نقص الكالسيوم، لا يحدث بشكل هام سريريا ما لم يتجاوز نقل وحدة كل 5 دقائق، ونادر ما احتاج لإعطاء الكالسيوم مريضياً إذا لم يظهر النقص مخبريا، ولكن معظم الممارسين يقومون بإعطائه. طبعا الكالسيوم في نقل الدم الكتلي، يعني أنت إذا نقلت وحدة ولا وحدتين ولا 3 وحدات دم لمريض عادة ما بيحصل نقص الكالسيوم. أما في حال نقل دم كتلي عم نحكي عن 10 وحدات فما فوق خلال 6 ساعات، السترات الموجودة كمادة حافظة للدم تتحد مع الكالسيوم بالدم وبتؤدي لحدوث نقص الكالسيوم، لذلك في أغلب الأحيان نحتاج إلى إعطاء الكالسيوم. فرط الحمل الدوراني هذا بيتظاهر على شكل ضائقة تنفسي أو زلي تنفسي ناجمة عن وذمة رئة قلبية المنشأ. أكثر ما بيحدث لدى المرضى الذي لديهم فرط حمل دوراني مسبقاً مثل مرضى القصور القلبي احتقاني ومرضى القصور الكلوي الحاد، يتم التشخيص بناء على الأعراض. يعني أعراض وذمة رئة، تلاقي المريض دخل بوذمة رئة، وأيضاً إذا مخبرياً ممكن نعاير البي ناتريوتريك بيبتايد البي ام بي هذا بسموه خلال 6 إلى 12 ساعة بتلاقي مرتفع. عادةً بيستجيب المرض بما أن وزمة رئة قلبية المنشا عادة تستجيب على العلاج بالمدرات، ولكن تبقى الوقاية والانتباه للسوابق المرضية أهم، كما يجب نقل أقل كمية تفي بالغرض
ويتم النقل ببطء قدر الإمكان. طبعا عند مرضى قصور القلب يفضل قدر الإمكان ما يتم تعويض الحجم أو نقل دم بكميات كبيرة، ومثل ما ذكرنا يفضل نقل كريات حمر مركزة من شان ما ننقل حجم كبير، لأنه إذا بدك تنقله مثلا وحدتين دم بيطلعوا 1 لتر، فمريض قصور قلب تنقله 1 لتر، وهي حالة أنا شاهد عليها، يعني صارت معي وأنا طبيب اختصاص سنة تاني وأستاذ من أساس الجامعة اللي كانوا يدرسونا، ما بدي أذكر الاسم، وأنا استغربت جدا جدا، وصدقا صارت الحالة أمام عيوني، وما حسنت أعمل شيء لأنه المريض بمشفى خاص وأنا كنت أداوم بالمشفى الخاص، وهو مريض قصور قلب، يعني المريض مبين عنده قصور قلب أصلا معلله وراء ظهره، وعنده وزمات انطباعية بالطرفين السفليين، وعنده كان فقر دم، فقال لي نقول له 1 دم. قلت له يا أستاذ يعني كتير 1 دم؟ قال نقوله ما عليك. ومع هيك ونقلتهم أنا ببطء، نقلت أول وحدة دم وبعدها أعطيته لازكس حتى ما يزيد الحمل عند المريض. بوحدة الدم الثاني ما يمكن أخذ منها 50 سي سي أو 100 سي سي، دخل بوزمة رئة وما عاد نحسن ندبره. دقيت عليه قلت له شرف لك تعال شوف المريض، لأنه يعني أستاذ 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 بالكلية ما فيك تحكي معه. قلت له لك أشرف، دخل المريض بوزمة رئة بسبب نقل الدم، وما خلينا شيء وما أعطينا إياه من مدرات لمورفين لنيتروغليسرين، والمريض ما عاد يتحسن لأنه دخل يعني بوزمة رئوي حادة شديدة، واضطرينا وقتها ننزله على العناية المشددة ويعملوا له تنبيب وتهوي ينوضع على جهاز تنفس الصناعي. فلذلك يعني هي شغلي حصلت قدامي عمليا وما بنساها بعمري. طبعا شيء على الهامش يعني، هذا حتى ما تفكروها انه عباره عن معلومات نظريه. هلا هون كونكلوجين يعني ملخص، انه نقل الدم عند الحاجه فقط، لذلك لا يفضل نقل الدم بدون استطباب، وتخفيف الاستطبابات تجنبا لاختلاطات نقل الدم، لانه نقل الدم مثل نقل سيروم له اختلاطات، واختلاطات يعني آنية واختلاطات طويله الامد. التاكد من الزمره الدمويه، لا يوجد رقم مثالي للهيماتوكريت أو الخضاب عند نقل الدم، إنما القرار يتبع حالة كل مريض. علامات اختلاط نقل الدم المغاير تختلف في حالة التخدير العام عن حالة مريض الشعبي مثل ما شرحناها، إذا المريض صاحي ولا مريض تحت التخدير. قبل نقل الدم ومنتجاته، إنه بدك فكر جيدا وسريعا قبل نقل الدم، هل يحتاج المريض فعلا لنقل دم؟ هل المريض يريد نقل الدم يعني بيحتاج لموافقة المريض؟ الموازنة بين خطورة والفائدة، إذا لم يحدث التحسن المتوقع عند نقل الدم نفكر بمالي، إما أنه النزف مستمر أكثر من قدرتنا على التعويض، أو أن هناك تخرب بالدم المنقول، وهي المخطط الوصايا الأهم كتير حلوة، أنه لا تنقل دم بارد ولا تنقله بدم بارد. هذا معناه أنه لا تنقله بدم بارد، تترك المريض 5 ساعات وحدة الدم، وحرارته لازم تكون من حرارة المريض. هيك انتهت محاضرتنا، الله يعطيكم العافية وشكرا للأصغر. في حد عنده سؤال؟